تاريخ القهوة طبعا هذه طبعا من قبل 67 رحمه الله كان موجود فيها بعدها أخوي بعدها أنا جيت هلا مسلم المحل هذا. أنا كنت ولد صغير باجي مع رحمة أبوي يعني بيت أجي بالساعة 2 الصبح مع الصبحيات تكون قهوة مليانة تكون قهوة أحسن من الأيام هذه الناس بحبوا بعضهم الكل بيخاف على الثاني سبحان الله العظيم الكل ما ضلش على ما هو إلا هو. هذه منطقة عندنا منطقة عندي أنا القهوة عندي منطقة حساسة طبعا 100% جنبي يهود وراجع يهود حاول أكم المرة يدخل عندنا هون بالنسبة للبيع والشراء الحمد لله رب العالمين إحنا ثابتين ليوم الدين طبعا. بيجي رحمة أبوي أصحابه الاختارية في من ضل عدوين في من ضل الصالحي في جمعتنا من باب حطة كل الحبايب عن دام الزلام الكبار الله يسلمهم ويرحمهم طبعا بيجي أولادهم أولاد أولادهم وضل إن شاء الله بضل الذكرى على طول إحنا موجودين. في موقف كثير طبعا ايام طبعا بالسبعينات بيصير مشاكل بالواد واحنا طبعا مدرسه الايتام كنا في مشاكل ضرب حجار يجمع علينا بالقهوه ياخذونا ياخذوا الاولاد الصغار. طبعا زمن اول بتعرف كانوا يحبوا بعضيهم والناس يقعدوا مع بعضيهم بالنسبه لقهوه الشاي بس اليوم كل واحد بيقعد بقهوة يمكن واحد يبعتك واحد مش مزبوط الناس بس صارت الناس خاف من بعضيها تقعد بقهوة كان أول شيء في محبة في ثقة بين الناس بس اليوم مش من هذا الحكي يعني القهوة يجي واحد بعد ما يروح من شغله بيجي بقعد بالثانية يا بيلعب شدة يا بيلعب الشدة يا بقعد مع أصدقائه إذا في أصدقاء له اسم القهوة هذا اسم المعلقة سميناها بالنسبة لنا القهوة معلقة فوق الأرض يعني مش على الأرض جاي جنب السور بدنا نسميها سبع الأسوار معلقة بس لا بنسميها المعلقة لأنها مش قاعدة طبعا الأرض تطلع لها أكم من درجات عشان هيك سميناها أول معلقة. عندي مع هذه بنحرك فيها القهوة في ناس بتحرك في معلقة زي هاي هذه المعلقة بتزبطش معنا ليش بتكفي بالقهوة على الدايب أنا بسوي بالنسبة لي بسوي هيك خشبة صغيرة من هذه الزيتون أو الاثنين حب رمان أو الرمانة بحط الرصاصتين فاضيين طبعا هيك موجود عليها هي بتكون تحرك 100% ولا شيء بنكب طبعا متحرك بريت بريت ايش على المجلى شايفه هذه الرصاصتين هي هيك رح نشتغل على الميزان 100% مش لا شيء برا 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 ولا جوا شايف المعنى هاي صار لها من رحمة أبوك فيش زيها بكل البلد كلها شايف مزبرة هذه بتاخذ عيار بالنسبة للقهوة عندي بتاخذ عيار 100% بده حلو السكري بده سادة بتاخذ عيار 100% طبعا صار لي هذه تقريبا يمكن 67 هاي بقول له نحاس طبعا سنة نحاس بالزاي الصغير تاعوني اليوم على مين ومش على مين